السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأت ناديا أو لقاءات للغة الإنجليزية اليوم، وكان الحديث شيقا جدا جدا. وبالنسبة للغة العربية الفصحى، فكان هناك خطة منذ عدة أشهر لأن أبدأ لقاءات مماثلة لتلك اللقاءات باللغة الإنجليزية، لأننا بدأنا ننسى أن هناك شيئا يسمى باللغة العربية الفصحى. طغت العامية على هذه اللغة الجميلة البديعة، لغة الضاد. وعليه فقد آثرت أو قررت أن يكون أو أن تكون اللقاءات التي تتم على زوم بالتناوب كل أحد، فسيكون أحدا للغة العربية الفصحى والأحد الذي يليه للغة الإنجليزية في لقاءات مفتوحة نتحدث فيها عما تشاءون أو عما يشاءون، وعلى أن يكون اللقاء باللغة العربية الفصحى. نضحك باللغة العربية الفصحى، نحكي نكات أو نحكي قصصا أو نقرأ شعرا أو نقرأ نثرا. كل ما سيدور في هذه اللقاءات سيكون باللغة العربية الفصحى. فإذا كنت أو إذا كنت أو إذا كنتم من المهتمين باللغة العربية الفصحى وممارستها، فتعالوا نتحدث ونتكلم ونشارك آراءنا أو نتشارك آراءنا باللغة العربية الفصحى يوم الأحد القادم إن شاء الله، على هذا الرابط الموجود أسفل هذا الفيديو. وكما قلت في اللقاء الذي تم باللغة الإنجليزية، إذا كنت غير مهتم باللغة العربية الفصحى فرجاء شارك هذا الفيديو أو شارك هذا اللينك على زوم لمن ترى أنهم لعل هناك أحدهم يفيدنا باللغة العربية الفصحى، نتعلم منه أو نتعلم منها كيف نتحدث وكيف نقول وكيف نتعلم تلك اللغة العربية الفصحى الجميلة التي بتنا مهملين لها، وأظن أنها ستشتكين إلى الله سبحانه وتعالى. فدون إطالة أراكم إن شاء الله يوم الأحد القادم عبر هذا الزوم، عبر هذا الرابط على زوم، لنتحدث باللغة العربية الفصحى إحياء بقدر المستطاع للغة الضاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.